أهلا وسهلا بكم مشاهدينا الكرام في حلقة جديدة من برنامج صدى الأقلام من قناة الرافدين، نرصد فيها أبرز ما كتبت الأقلام في الصحف العراقية والعربية والعالمية بعد جولة في أهم العناوين. في صحيفة الزمان، المحامون يطالبون بوقف استخدام التعذيب أثناء التحقيق. في العرب اللندنية، تيار الصدري يلوح بالعودة عن مقاطعة الانتخابات ويقول لن نكل الساحة للحرس القديم. وفي العرب الجديد، العراق قيود مرتقبة لاحتواء الارتفاع الكبير بمعدل الإصابات بكورونا. وفي الشرق الأوسط، تقرير أمريكي 20% فقط من شحنة الأمونيوم انفجرت في مرفأ بيروت. في القدس العربية، الاتحاد الأوروبي يقر إطارا للعقوبات يستهدف أفرادا وكيانات في لبنان. وفي موقع عربي 21، تلفزيون إيراني، ضرب الناقلة الإسرائيلية رد على قصف بسوريا. أخيرا في الخليج الإماراتية، قيس سعيد، لن يكون هناك دكتاتور في تونس وهناك مليارات منهوبة. لم تقم القوات الأمريكية في العراق بأي مهام قتالية بعد استعادة المدن من تنظيم داعش، بل كانت تمارس دورا استشاريا واستخباريا في قواعد عراقية، ولم تقم بالانتشار ومسك الأرض واقتحام مناطق ومساكن كما كانت تفعل في أيام الاحتلال الأمريكي الرسمي حتى العام 2011، من دون أن تنبس ببنت شفا تلك الحكومات الذليلة في بغداد. فاتح عبد السلام يتساءل في صحيفة الزمان، ما هو الجديد في الاتفاق الجديد على الانسحاب الأمريكي من العراق؟ يمكننا أن نقرأ أن الاتفاق العراقي الأمريكي الأخير ينص على تكريس الوجود الأمريكي في البلاد لغايات الاستخبارات والدعم التدريبي والاستشارات، وتوكيد أن القواعد التي يمكث فيها الأمريكان هي عراقية وتخضع للقوانين المحلية، وهو دور قديم يجري منذ عقد كامل. فما الذي تغير؟ فقرة انتهاء المهمات القتالية مع نهاية العام الحالي هي الجديدة، وهذه لا تسر ولا تغني ولا قيمة لها في موازين الأمور. ذلك أن الوضع القتالي سيبقى مثل الآن، وهو الدفاع عن النفس، وأن الأمريكان تحاشوا في السنوات الأخيرة أن تنطلق عملياتهم الجوية من قواعد عراقية عند ضرب مقرات للميليشيات بين العراق وسوريا، أو عند اغتيال الجنرال الإيراني سليماني في بغداد. وهذا الدور الأمريكي لا يمكن أن يخضع لإطار اتفاق مع العراق، لأنه جزء من سياسة النفوذ الدولي التي تسير عليها واشنطن في المنطقة ومرتبطة بتطورات إقليمية. الجديد في كل الذي يجري هو تثبيت الوجود الأمريكي وتقنينه في العراق بحسب وظائفية محددة فيما تخص الشأن العراقي، ولا أظن أن الأمريكان أنفسهم بحاجة إلى أكثر من دور استخباري واستشاري في العراق بعد أن عقدوا اتفاقيات استراتيجية مع دول المنطقة تسمح لهم بنقل قوات وأسلحة ومناورات من دون موافقات مسبقة. الكاتب يقول إنه في ضوء ذلك كله لا شيء سيبقى على حاله أبدا عند مغادرة هذه الحكومة بعد الانتخابات، بالرغم من أن كل ما يجري اليوم يوحي بأن هناك تجديدا من نوع ما في الأفق. التعقيدات الميدانية الخطيرة في أرض العراق انعكست بشكل واضح على الميدان السياسي. بعد أكثر من عام على تولي منصبه، وجد رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي نفسه أمام تحديات ميدانية أضعفت دوره وأربكت قراراته، خاصة فيما يتعلق بالانسحاب الأمريكي من العراق. جاسم الشمري يرى في موقع عربي 21 أن مشكلة الكاظمي الكبرى تتمثل بالقوى التي لا تطيع أوامره وتحرجه بضربات صاروخية وطائرات مسيرة ضد قوات التحالف الدولي المتواجدة في العراق بناء على طلب الحكومة. البيت الأبيض أكد الاثنين الماضي أن القيادة العراقية طلبت تحويل مهمة قواتنا من القتال إلى الدعم الاستشاري، فيما أشارت وسائل الإعلام الأمريكية لأن الانسحاب سيكون في الواقع إعادة تحديد لمهام القوات الموجودة في العراق، والبالغ عددها 2500 عسكري يتمركزون في قواعد عراقية، وهذا يعني أنهم مستقرون في البلاد ولو بمهام استشارية أو تدريبية. إن هذا التغيير الشكلي في مهمة القوات الأمريكية في العراق نوع من الدعم الأمريكي للكاظمي الضعيف
الذي لا يملك أي كيان سياسي أو برلماني يمكن أن يسانده للاستمرار في المشهد السياسي بعد انتخابات تشرين الأول أكتوبر المقبل. إن جوهر الحوار العراقي الأمريكي انحصر بجملتين كتبهما الرئيس بايدن بيده بورقة التقطتها بعض الكاميرات مكتوب عليها: أمريكا مستعدة للرد على الهجمات، إيران يجب عليها وقف الهجمات. وهذا يؤكد أن أمريكا وإن بقيت بعض قواتها بمهمات غير قتالية سترد على الهجمات الإيرانية المباشرة وغير المباشرة على قواتها في العراق، وبالمحصلة فإن الاتفاق يتضمن استمرار تواجد القوات الأمريكية في بلاد غابت عنها السيادة منذ أكثر من 20 سنة. الكاتب يرى أن الاتفاق ورغم محاولة بعض القوى العراقية إبرازه على أنه من المنجزات الدبلوماسية وربما العسكرية لبعض الفصائل الولائية، إلا أن الدلائل الميدانية تحمل الكثير من التوقعات القريبة الصعبة والمحرجة للجميع بعد الزيارة. أمريكيون كثر ممن استمعوا إلى رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي يزجي آيات الشكر للرئيس الأمريكي جو بايدن لم يكونوا على دراية كافية بمشهد تدخل الولايات المتحدة العسكري في البلاد. في المقابل، عراقيون كثر لم تفلح 30 سنة باحتساب ما قبل اجتياح 2003 في تعطيل ذاكرة الرزايا العديدة المتنوعة التي ابتلي بها العراق جراء الغزو الأمريكي. هذا ما أشار إليه صبحي حديدي في مقاله في صحيفة القدس العربية. لا ينسى العراقيون أن ما يطلق عليها ثنائي بايدن والكاظمي صفة الشراكة الاستراتيجية يبدو من المحال فصله عن حصيلة الاحتلال الأمريكي، وكيف كانت مدينة مثل الفلوجة لا تتنفس الصعداء إلا لتبدأ في الاختناق مدينة أخرى مثل النجف وسامراء ومدينة الصدر والموصل وبعقوبة والرمادي قبيل العودة إلى استهداف الفلوجة مجددا. كان صعبا على جنرالات أمريكا أنفسهم نسيان السبب المباشر لاندلاع المقاومة في الفلوجة، وأن المحرض لم يكن أبو مصعب الزرقاوي أو فلول البعث الصدامي كما زعمت آلة الدعاية الأمريكية، بل المجزرة التي ارتكبتها القوات الأمريكية هناك يوم 28 من نيسان عام 2003 بحق الطلبة المتظاهرين ضد احتلال مدارسهم. كان بايدن هو ذاته السيناتور الديمقراطي الذي تحمس لغزو العراق وصوت عليه، ولن ينفع كثيرا أنه اليوم اعتبر موقفه ذاك خطأ. وأما الكاظمي فقد جاء إلى رئاسة الحكومة من بوابة الاستخبارات العراقية التي لم تترك وسيلة للتنكيل إلا واستخدمتها ضد مقاومي الاحتلال ومعارضي النظام في آن واحد، حتى انتهى به الأمر اليوم إلى انحناء أمام أمراء الحروب والمذاهب والميليشيات أجمعين على وجه التقريب من دون خدمة الدولة ذاتها التي تنتهك مؤسساتها كل يوم على مسمع ومرأة من رئيس الحكومة. وبحسب الكاتب، فما بيان ما تسمى الهيئة التنسيقية لفصائل المقاومة التي تضم ميليشيات حزب الله والعصائب والشهداء والنجباء سوى أول النذر على عواصف هوجاء تنتظر العراق ما بعد الانسحاب الأمريكي. في تعليقه على قرار الرئيس الأمريكي جو بايدن بإنهاء المهمات القتالية للقوات الأمريكية في العراق، يذكر مقتدى الصدر السيادة الوطنية وهيبة الدولة بعد أن يشكر المقاومة ويدعوها إلى الكف عن المقاومة، وهو في ذلك إنما يشير إلى الميليشيات الموالية لإيران. إبراهيم الزبيدي يقول في صحيفة العرب اللندنية إن مقتدى الصدر يمثل دور من لا يفهم ولا يدري ما يحدث حوله، لذلك يعتقد أن هناك حربا حقيقية تجري بين الميليشيات والقوات الأمريكية. الصدر هو جزء من الحفلة السياسية التي أقامها بول بريمر الحاكم المدني باسم سلطة الاحتلال بعد غزو الأمريكي للعراق عام 2003. لم يكن الآخرون أفضل من الصدر أو أكثر كفاءة، في حين أثبت الصدر أنه الأكثر شعبية من بينهم، وهو ما يشير إلى بؤس من طراز مختلف يتميز به الشعب العراقي. ففي موازين كل الأمم لا يمكن أن يكون مقتدى الصدر زعيماً. يثني الصدر على الميليشيات الواقحة باعتبارها القوة التي أجبرت الأمريكان على الانسحاب من الأراضي العراقية، وكل ذلك كلام مضلل يخترقه الكذب من فوق ومن تحت. فهو وقد سبق له أن جرب حرباً مع الأمريكان يعرف أنهم قادرون على سحق الميليشيات التي تستهدف قواعدهم وحرمان الإيرانيين من تسجيل أي هدف عليهم.
فما هو القصد إذن من الثناء على مقاومة هي ليست مقاومة، والحديث عن سيادة لا تزال في علم الغيب. بدرجة الأساس رغب مقتدى الصدر كعادته في أن يظهر شيئا من دهائه المفترض، فيطلب من زعماء الميليشيات بعد أن يغريهم بلقب المقاومة أن يلقوا السلاح ويذهبوا إلى بيوتهم، وفي المقابل فإنه يعتقد أنه من خلال تلك الخدعة سيكون عند حسن ظن الأمريكان الذين يعرف أنهم باقون إلى الأبد. الكاتب يرى أن لدى مقتدى الكثير من الوقت لكي يسخر من الآخرين ويلعب معهم، ما دام مطمئنا من أن أحدا لن يزيحه من زعامته لا لشيء، إلا لأن طرفي الاحتلال لن يفرطا بنموذج من نوعه يمكن فهم تقلباته باعتبارها واجهة للفوضى التي قدر للعراق أن يعيشها في ظل غياب الإرادة الوطنية. قالت صحيفة واشنطن بوست إن هناك غيابا لأي استراتيجية أمريكية تجاه الصراع المروع في سوريا، الأمر الذي يمنح موسكو وإيران ونظام الأسد استغلال الفرصة لعمل ما يريدون. رأت الصحيفة في مقال للكاتب جوش روجين أن إدارة الرئيس بايدن لم تتوصل بعد نصف عام من تنصيبها إلى استراتيجية جديدة لمعالجة هذا الصراع في الوقت الذي يتدهور فيه الوضع على الأرض وتستغل فيه القوى الأخرى غياب أمريكا. الكاتب أوضح أنه رغم أن إدارة بايدن لم تتجاهل سوريا بالكامل، فبالنسبة للسوريين الذين شجعتهم وعود بايدن ووزير خارجيته أنتوني بلينكن بقيادة جهد دولي جديد لحماية المدنيين وتقديم حل سياسي حقيقي للصراع، تبدو هذه التحركات الأخيرة مخصصة وغير كافية على الإطلاق. وأضاف الكاتب أنه منذ حل قضية المساعدات الإنسانية في مجلس الأمن الدولي الشهر الماضي، سارع الجيشان السوري والروسي إلى تنفيذ أعمال عنف وعدوان ضد المدنيين في إدلب وحصار شديد على درعا مهد الثورة السورية. وقال الكاتب إن بلينكن لم يعين بعد ممثلا خاصا لسوريا دبلوماسيا رفيعا لإدارة الحقيبة وتفعيل الدبلوماسية، وهذا يرسل إشارة واضحة إلى أن سوريا ليست أولوية للإدارة. وحذر الكاتب من أنه إذا نجح النظام في استعادة إدلب بارتكاب جرائم حرب فسيكون ذلك مدمرا ليس فقط للمدنيين ولكن أيضا للسعي الأمريكي لإيجاد أي حل سياسي على الإطلاق. وإذا سقطت إدلب فلن يكون لدى الأسد أي سبب للتفاوض، وهذا يعني المزيد من الفظائع والمزيد من التطرف والمزيد من اللاجئين والمزيد من عدم الاستقرار والصراع الذي لا نهاية له. الكاتب يضيف أن على بايدن أن يؤكد عدم إمكانية الأسد على شق طريقه للعودة للمجتمع الدولي على دماء الناس، مشيرا إلى ما قاله ستيفن راب سفير وزارة الخارجية السابق المتجول في جرائم الحرب، والذي قال من الضروري ألا يكون هناك تطبيع للعلاقات مع الأسد، ويجب أن نثني الدول الأخرى عن فعل ذلك أيضا. الأسد لا يمكن أن ينعم بثمار النصر، هذا يجب أن يكون موقفنا الثابت. لم يكمل الرئيس التونسي قيس السعيد عامين من ولاية رئاسية بدأها في تشرين الأول من عام 2019 وتدوم 5 أعوام قابلة للتجديد، وبالتالي هناك متسع من الوقت لمفاجآت أخرى. بشير البكر يرى في صحيفة العربي الجديد أن انقلاب 25 من تموز الحالي لن يكون السابقة الأولى والأخيرة للرئيس التونسي الذي كان أسلوبه في الحكم حتى أيام من الانقلاب مثار تنذر. قيس سعيد كشف عن وجه نسيه الشعب التونسي مع غياب الزعيم الحبيب بورقيبة عن المشهد في بداية النصف الثاني من ثمانينيات القرن الماضي عندما أزاحه رئيس وزرائه زين العابدين بن علي في انقلاب أبيض تم إدراجه تحت بند الأسباب الصحية. في أول خطاب له بعد الانقلاب ظهر قيس سعيد في واحدة من هيئات بورقيبة التي كان مدمنا عليها في أواخر سنوات حكمه، وتتمثل في استقبال وزراء ومسؤولين في مكتبه بقصر قرطاج وتوجيههم بصورة مباشرة، بينما تسجل كاميرا تلفزيون الرسمي المشهد الذي يصبح الخبر الأول في نشرة المساء التي تدوم قرابة ساعة. قدم الرئيس عرضا غير مقنع للدفاع عن نفسه واستعمال صلاحياته الدستورية ومنها الفصل 80، وظهر أنه يفسر الدستور على مزاجه وحسب مصلحته،
وهناك قرارات على درجة كبيرة من الخطورة اتخذها من دون دراسة أجهزة مختصة، منها فرض حظر تجول في وقت تعاني البلاد من أزمة اقتصادية. وكلما يمر الوقت على الانقلاب يتبين أنه مرتجل، فالأحزاب السياسية وهيئات المجتمع المدني انحازت للديمقراطية. لذلك طالبت الرئيس بضمانات ملزمة وملموسة فيما يتعلق باحترام الدستور وتقديم خريطة طريق للخروج من الأزمة. الكاتب يرى أن الخطوة التي خطاها قيس مشروط نجاحها بقدرته على تحويلها إلى مشروع مقنع ذي نفع عام للبلد وليس لصناعة دكتاتور جديد. وإذا ما استمرت ردود الفعل على هذا المنوال لن يتأخر الوقت حتى يتبين أن أكبر إنجاز حققه الرئيس السعيد هو الانقلاب على نفسه. أظهرت دراسة جديدة أن تخفيف القيود الصحية مثل عدم فرض وضع الكمامة والتزام التباعد الجسدي في وقت لم يحصن فيه جميع سكان الكوكب بعد يزيد بشكل كبير من خطر ظهور متحورات أكثر مقاومة للقاحات المضادة لفيروس كورونا. وبهدف دراسة كيف يمكن لفيروس كورونا أن يتحور استجابة لحملات التلقيح المتزايدة، قام فريق من الباحثين من دول أوروبية عدة بمحاكاة احتمال ظهور سلالة مقاومة للقاح لدى مجموعة سكانية يبلغ عددها 10 ملايين شخص في غضون 3 سنوات، كما نقلت وكالة الصحافة الفرنسية. ووفقا للباحثين يصبح احتمال ظهور متحورات أكثر مقاومة مرتفعا عندما يكون 60% وأكثر من السكان ملقحين، وهذا الأمر يتوافق مع الوضع الوبائي الحالي في معظم الدول الأوروبية التي تشهد انتشارا سريعا لمتحوري دلتا. والآن مشاهدينا مع كاريكاتير اليوم. إذن مشاهدينا، بهذه الرسوم نصل لختام حلقة اليوم من صدى الأقلام. في صدى أقلام جديد نلتقي بحول الله وقوته. دمتم بخير، إلى اللقاء.